اوكي دابا غادي نكمل هذاك الشيء اللي درناه البارح. اليوم شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو البارح فين وقفنا، وقفنا في داك الشيء، وقفنا في الكومبون تا كيفاش اننا كنمر البروبس وتشيدر. يعني اليوم ان شاء الله غادي نبداو نتعرفوا على الهوكس، واول هوكس ان شاء الله غادي نبداو نتعرفوا عليه هو اليوز ستيت. يعني واضح، يعني غادي نتعرفوا ان شاء الله على اليوز ستيت، وغادي نتعرفوا على الاساسيات تاع اليوز ستيت، وشنو هما الحوايج اللي خصك انك ما تبقاش تديرهم في اليوز ستيت، يعني الرولز، يعني القواعد اللي خصك تبقى تتبعهم باش انك تخدم الهوكس سميت يوز ستيت. زائد اننا غادي نشوف كيفاش اننا نزيدو فانكشن في وسط اليوز ستيت، ونتعلم كيفاش اننا نزيدو اراي والاوبجيكت، ونتعلم كيفاش اننا مالتيبل ستيت فاريوس، يعني كيفاش انك تخدم بزاف ديال الستيت شنو في البلاصه. وهنا غادي نتعلم ان شاء الله كيفاش انك تبني واحد سامبل كاونتر. واضح؟ مزيان. دابا اللي جينا هنا احنا مثلا اش نقلبو مثلا جي جي اس اكس باش انه يبقى يكمل لي الطاقات، اقول مثلا هي جي اس اكس. كبرني واش يبان ليكم مزيان السكرين؟ تبان مزيان الدراري، تبان ليكم الكود؟ نجيو لهنايا مثلا ونعرفو هنايا مثلا واحد الكونست، ولا شنو نقول ليه مثلا ليت، باش حيتاش غادي نبدلو، غادي نقول ليه ليت مثلا نمبر، وغادي نقول ليه يساوي مثلا هنايا خمسة. زائد انني غادي ننشئ واحد الفانكشن، شنو هي شنو الضوء ديالها انها دير ابديت لهاد النمبر، يعني غادي نقول ليه مثلا هنايا كونست، وغادي نقول ليه مثلا هاند الكليك، وغادي نقول ليه يساوي بحال هكا، وغادي نقول ليه اشنو هو الضوء ديالها، هو انها تشد ليا مثلا النمبر وغتزيد عليه مثلا واحد. زائد انني غطبع ليا هاد النمبر هذا في الكونسول، يعني غادي نقول بحال هكا كونسول، غادي تقول لي طبع ليا النمبر. غادي نمشيو لهنايا مثلا، غادي نشؤو هنايا واحد الاتش 1 بحال هكا، وغادي نقول مثلا انه شنو غطبع، غطبع ليا القيمه ديال الفاليو اللي سميتو نمبر. زائد اننا غادي نشؤو واحد البوطون اللي غادي يكون مكلف بانه يبقى يشغل لنا الفانكشن اللي سميتها هاند كليك، يعني غادي نقول هنايا مثلا بوطون بحال هكا، غادي نقول مثلا انكريمنت بحال هكا انكريمنت. زائد انني غادي نربطو باش، غادي نربطو بالفانكشن اللي سميتها هاند كليك، يعني غادي نربطو عن طريق الايفنت اللي سميتو اون كليك، غادي نقول بحال هكا مثلا هاندل كليك. وهنا غادي نجي هنايا كونترول اس، واجي نشوف هنا شنو غادي يطرى. هنا غادي يطرى نفس البلاطه ديك النهار فاش بنينا كلشي بيت جينا، يعني فاش مشينا كرينا الفولدرات والفايلات تاع الرياكت جي اس، وخدمناه مع بابيل، وكومبايلينا الكود، واننا نفذناه في البراوزر. يعني هنا غادي نضغط بحال هكا، غادي نلاحظوا انه هنا تلاحظوا انه ما تيزيدوش، علاش؟ قوم هنا زائد يساوي واحد. هنايا غادي نزيدو بحال هكا، غتلاحظو هنايا كيما طرا لي نفس البلان ديك النهار، هو انه النمبر انها كتزاد القيمة ديالو، وانها كتخزن في الميموري، وانه كتبع ليها في الكونسول هنايا 6 7 8 9. ولكن هنايا في السكرين كنلاحظو انه ما تيطرا والو. علاش؟ هنايا كنلاحظو انه في السكرين ما كيتزادش لنا الفاريبل اللي سميتو نمبر، حيتاش هنايا ما كطرش عملية الريندر. يعني مثلا الا واجهك مثلا في شي سؤال في انترفيو، ولا في شي امتحان، ولا شي حاجة، وقال لك علاش انه مثلا درنا بحال هاد الفانكشن هاجي مثلا بحال هكا، وكنلاحظو انه في الكونسول انه النمبر كتزاد القيمة ديالو، وانه مثلا في السكرين اليوزر انه ما كيشوف والو، حيتاش هنا ما كطرش عملية الريندر. علاش؟ حيتاش هذا فاريبل، هادي ماشي ستيت، وبما ان هذا عباره عن فاريبل، حنا قلنا امتى تترى عمليه الريندر، هو انه يترى ابديت على واحد ستيت معينه. يعني واضح؟ كتسمعوني؟ حنا هاديك النهار هنايا شنو درنا، هو انه مشينا ها هو سميتو البروجيكت تاع ديك النهارات اللي كرينا فيه كلشي، غادي نمشيو هنايا للسورس، ومن الصوص غادي يمشي هنايا للفايل اللي سميتو اندكس دوت جي اس. هنايا جيك نوض حنايا شنو درنا، هو انه نشأنا واحد الفانكشن اللي سميتها ريندر، وقلنا حنايا انه هاد الفانكشن اللي سميتها ريندر اننا كنعيطو عليها في كل عمليه مثلا كطرا. يعني في هاد الفانكشن اللي سميتها انكريمنت، كنقول لي عاود لي عيط لي على الفانكشن اللي سميتها ريندر، باش انه يجر ابديت لاش، باش انه يجر ابديت للقيمه ديال الفاريبل اللي سميتو نمبر في السكرين. وهنا قلنا لي انه فاش غتجي هنايا ديكريمنت، انك غتعاود تعيط لي على الفانكشن اللي سميتها ريندر. وهنا فاش قلنا لي هنايا ريست، غتعاود تعيط لي على الفانكشن اللي سميتها ريندر. هنايا فاش سميتو هما في الرياكت، قلنا انه الرياكت هي عباره عن ديكلاراتيف، يعني باينين بزاف تاع الحوايج، وقالوا لك انت اشنو هو الدور ديالك، هو انك تشد مثلا هاد الحوايج اللي بناهم التيم ديال فيسبوك، وانك تخدم بهم. ومن بين الهوكس اللي باينين، يعني كاين واحد المجموعه تاع الهوكس اللي من بين الهوكس، اللي انهم كيجروا هاد العمليه تاع ان فاش يترى بجيت مثلا على واحد السيت معينه انها كتجي الريندر، هي واحد الهوكس اللي
سميتها يوز ستيت، وهي اللي غادي نتعرفوا عليها ان شاء الله اليوم. يعني واضح علاش حنايا محتاجين باش اننا نخدموا الهوك اللي سميتها يوز ستيت، واضح؟ مزيان. يعني هنا شنو غادي نديروا؟ حنا اليوم ان شاء الله غادي نفهموا اليوز ستيت، وبدنا نفهموا حتى كيفاش انهم بناوها. يعني ماشي غادي ندوز بحال هكا نقول لكم اليوز ستيت كيفاش انها تتبنى وخزنا فيها واحد الفاريبل باش انك مثلا دير ابديت لهاد الفاريبل مثلا ضغط على ستيت ستيت مثلا صافي وهكا غادي يطرا ابديت. لا اليوم غادي نفهموا انه هاد ستيت هادي مناش كتكون وكيفاش اننا كنخدموها واشنو هما الحوايج اللي خصك انك ما ديرهم في ستيت اللي غادي يوقع لك بزاف تاع المشاكل وغالي غادي يوقع لك كاع ايرور من الفوق. يعني غادي نمشيو هنايا بالخاطر وغادي نرجعو هنايا لهنا. يعني قلنا انه هاد البلان هذا ما خدامش لينا مزيان. دابا هاد الهوكس فين كاين؟ حنا شنو قلنا؟ قلنا انه المكتبه ديال الرياكت كتكون من جوج ديال الحوايج، كتكون من الرياكت وكتكون من الرياكت دوم. قلنا انه الرياكت دوم يعني هي اللي مكلفه بعمليه الريندر. يعني شنو؟ يعني انه هاد الهوكس هذا فين قلنا حنا شكون اللي مكلف بعمليه اللوجيك وانه يعرف الهوكس؟ هي الرياكت. يعني كيفاش اننا غادي نوصلوا هاد الهوك اللي سميتها يوز ستيت عن طريق المكتبه اللي سميتها الرياكت. هنايا يعني عندك جوج ديال الطرق باش انك تعرف اليوز ستيت ديالك. كاينه الطريقه الاولى كتقول لي هنايا الرياكت وكتقول لي عطيني الهوكس اللي سميتو يوز، وبالنسبه للاس الثانيه كتكتبها بالكامل كيس، يعني كتكتب اس كبيره وكتقول لي هنايا ستيت بحال هكا. وكاينه الطريقه الثانيه هو انه كتمشي هنايا الرياكت كتجي هنايا فاصله وكتقول لي عطيني الهوك اللي سميتو يوز ستيت، وكتجي هنايا كتحيد هذا الرياكت. يعني هادو هما الطرق اللي كاين باش انك تعرف الهوكس ديالك، واضح؟ شي سؤال واضح؟ كنت جبت تكتب شي حاجه ولكن ما عرفتش مزيان. يعني حد لا واش نلخصوا هادشي اللي قلنا كامل؟ قلنا ديك الساعه علاش انه ما كطراش عمليه الريندر، حيت قلنا انه ما تطراش ابديت على واحد ستيت، يعني كنديروا ابديت على واحد القيمه ديال واحد الفاريبل، وبهكا انه كنلاحظوا هنا في الكونسول انه كلشي كيتزاد ولكن ما كطراش عمليه الريندر. قلنا انه الرياكت باش نبقاو تنعززوا المعلومات اللي اللي تعلمناه في اللايفات السابقه هو انها كتكون من جوج ديال المكتبات اللي هي الرياكت دوم والرياكت. الرياكت هي اللي مكلفه باللوجيك وهي اللي مكلفه بانها تعرف الهوكس وانها هي اللي مكلفه بانها تتعامل مع الكومبوننتس. بالنسبه للرياكت دوم هي اللي مكلفه بعمليات الريندر. يعني قلنا انه من جوج طرق باش انك تعيط على الهوك ديالك انك تقول هنا رياكت دوت يوز ستيت ولا تعيط عليه بهذه الطريقه هذه. وغادي نقول هنا كونسول خصنا نعرفوا بعدا هاد يوز ستيت مناش كتكون. يعني غادي نقول هنا كونسول يوز ستيت. يعني اليوم حنايا انتم هنا اش قال لي؟ قال لي انه اليوز ستيت ديالك كتكون من جوج ديال الحوايج. غادي نمشيو هنايا بالخاطر. هنا يعني قال لي انها عباره عن يوز ستيت وعباره عن اش؟ عباره عن فانكشن. يعني هذه هي اول حاجه قبل ما نعرفوا مناش كتكون. يعني اليوز ستيت هي عبارة عن فانكشن، يعني انك الا ما درتش ليها الاقواس تاع الكول، يعني انك الا ما عيطتش عليها هنايا تلاحظ انها ما تخدمش. يعني هنا عطاك السينتاكس ديالها، واضح؟ يعني باش غادي نعرفوا انها عبارة عن فانكشن، يعني غادي نمشيو هنايا اليوز ستيت غادي نقول هنايا تايب اوف، عشان التايب اوف ديال اليوز ستيت. هنايا كنلاحظوا انه قال لي عبارة عن فانكشن. يعني هذه هي اول معلومة بغيتكم انكم تعرفوها، ان اليوز ستيت هي عبارة على واحد الفانكشن. واضح؟ مزيان. دابا حنايا بغينا نشغلوا هاد الفانكشن هادي باش نعرفوا مناش كتكون في الداخل ديالها. يعني غادي نمشيو لهنا مثلا غادي نحيدوا هاد التايب اوف صافي سالينا الخدمه معاها، يعني سالينا معاها. وغادي نقول هنايا كونسول دوت لوغ، وغادي نقول ليه شنو غادي ليا انك تقول لي هنايا اجي بعدا نجيو هنايا مثلا باش ما ننساوش نقول لي انه التايب ديالها عباره عن فانكشن. هنا نقول مثلا هنا كونسول دوت لوغ ونقول هنا يوز ستيت ونقول بحال هكا ونقول هنا كونترول اس. هنا اش كتكون؟ كتكون من اراي. مزيان انتم يعني اليوز ستيت ديالنا كتكون من مصفوفه فيها جوج ديال العناصر، يعني تو ايتيمز. فيها العنصر الاول اللي قال لي يعني انجيفايد، علاش؟ حيت خصك ضروري انك تمرر عليها واحد ديفولت فاليو، وهادشي كامل غادي نشوفه ان شاء الله. زائد انه كاينه هنايا واحد الفانكشن. مزيان واضح. يعني حد الان شنو قلنا؟ قلنا انه الهوك اللي سميتو يوز ستيت هو عباره عن فانكشن. فاش اننا تنجرو كول لهاد الفانكشن هادي شنو كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا انه كيرجع لينا واحد المصفوفه. هاد المصفوفه فيها جوج ديال العناصر، فيها العنصر الاول اللي هو عباره عن انجيفايد، وفيها العنصر الثاني اللي هو عباره عن اف. فيما تشوف هاد اف هادي عرف انه فانكشن. واضح.
هنايا قال لك انه واجي كتساوي undefined. علاش؟ حيت قال لك انه اليوز ستيت هنايا كيستقبل واحد ديفولت فاليو او لا كيستقبل واحد الانيشال ستيت فاليو، يعني هنايا كيستقبل واحد الحاله بدائيه او لا كما تنقولوا انه ديفولت فاليو، يعني القيمه اللي بغي شي انها تكون في الاول، يعني هادشي كيعني بالديفولت فاليو او لا القيمه الافتراضيه. هنايا مثلا قلت لي هنايا 5 وديت هنايا كونترول اس، هنا اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا انه نشأ لي واحد المصفوفه هنايا، وانه قال لي هنايا 5 اللي هي اللي مرات لي هنايا اللي هي ديفولت فاليو، زائد انه عندك هنايا فانكشن، يعني واضح؟ مزيان، اللي بان لي شي حاجه غريبه يقولها هنا، يمشوا بالخاطر ونمسحوا هادشي كامل. دابا شنو هو الدور ديال هاد الفانكشن؟ هاد الفانكشن هادي هنايا شنو قلنا حنايا ديك الساعات؟ نشأنا الفاليو مزيان هانتوما، وهنايا عطيناه واحد القيمة مثلا، يا ربي نشأنا هنايا واحد الفاريبل وعطيناه واحد القيمة، زائد أننا نشأنا هنايا واحد الفانكشن وعطيناها اش قلنا ليه هنايا هاندل كليك، يعني سميناها هاندل كليك. شنو هو الدور ديالها؟ هو أنك غدب فيما انك تضغط على البوطون شنو غدير؟ انه غتشد القيمه ديال هذا الفاريبل هذا وغدير ليه ابديت، واضح؟ هنا شد حنايا ديك الساعه تيقول لك انه عن طريق انت هذا الفانكشن هاجي اللي كاينه في اليوز ستيت هي عباره عن ابديتر. يعني شنو كيعني بابديتر؟ هو انها كدير ابديت الفاليو ديال الستيت ديالك، يعني عن طريق هذا الفانكشن كتقدر انك دير ابديت للفاليو او لا ديفولت الفاليو اللي كاينه في الستيت، وبكانك فاش تجي انت يا ابديت، يعني شنو درت دابا انت يا درتي ابديت على الستيت. احنا شنو قلنا؟ انه فاش تطرى عملية الابديت على الستيت تطرى عملية الريندر، وبك انه اليوزر شنو كيشوف؟ يعني انت في الاول 5 وهنايا جبتيها انت من هاد الستيت، ضغط على البوطون هاد 5 تحيدات ولات 6، هنايا ولات طرات عملية الريندر مزيان، يعني سميتو اليوزر غادي يشوف في السكرين هكا 6. إذا حيدتي 6 ودرتي مثلا 7 شنو تيطرى في الكواليس؟ أن هاد 5 هاجي مثلا كتولي 7 تطرى عملية الريندر، من تطرى عملية الريندر تجي للسكرين هنايا وتقول لك 7، يعني واضح؟ كاين شي أسئلة؟ مزيان. يعني نحيدو هادشي كامل، قلنا لحد الآن اش؟ قلنا أنه اليوز ستيت كتكون من مصفوفة هنايا، المصفوفة الأولى هي ديفولت هنايا فاليو، يعني القيمة الأولى في المصفوفة، بالنسبة للأيتم الثاني عبارة عن فانكشن، وقلنا شنو سميتو؟ سميتو ابديتر أو لا فانكشن ابديتر، يعني عن طريق هذا الفانكشن تقدر أنك دير ابديت لا ديفولت فاليو. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو لهنايا وغادي نقول له مثلا واحد كونست، وغادي نقول له فاليو، وغادي نقول له هنايا يوز ستيت. بالنسبة ليوز ستيت هنايا شنو غادي نقول؟ يوز ستيت غادي نعطيها واحد ديفولت فاليو اللي هو مثلا أحمد بحال هكا. هنا شنو قلنا؟ انه عندنا مصفوفه مزيان، هاد احمد فيه غتخزن، دابا مشيتي مين عرفنا منين كتكون غادي نبداو نفهمو شنو تيطرى مور الكواليس. هاد احمد غتخزن هنايا، وهنايا عندنا فانكشن. دابا حنا الا بغينا نوصل اول عنصر شنو غادي نقولوا ليه؟ غادي نقولوا ليه هنايا مثلا اليوز ستيت، وغادي نقول ليه بحال هكا اول عنصر. يعني كيفاش غادي تجيب اول عنصر؟ غتقول ليه جيب لي العنصر اللي عنده الاندكس رقم 0. بالنسبه الى بين الفانكشن غادي نقول ليه جيب ليا الاندكس اللي عنده رقم 1. يعني شنو غادي نقول ليه دابا انايا هنايا؟ غادي نمشي هنايا نقول ليه مثلا اليوز ستيت جيب ليا الفاليو ديالي من الاراي اللي هي اللي عندها العنصر رقم 1، يا ربي العنصر رقم 0. هنايا غادي نقول ليه هنايا كونس، وغادي نقول ليه هاندلر يعني الفانكشن، وغادي نقول ليه هنايا اليوز ستيت بحال هكا، وغادي نقول ليه بحال هكا هنايا احمد مثلا، وغادي نقول ليه هنايا جيب ليا واحد، وغادي نجيب بحال هكا. اجي نمشي هنايا مثلا نقول ليه مثلا طبع ليا الفاليو. هنا اش كنلاحظو؟ كنلاحظو انه قال لي هنايا احمد مزيان، ولكن دابا انا هنا شنو درت؟ هادشي اللي درت انا دابا راه غلط. علاش؟ حيتاش قلت ليه هنا يوز ستيت، وقلت ليه تاني هنا يوز ستيت، يعني هاجي راه بحال عرفت هنايا هوك جديد وهذا هوك جديد، واضح؟ دايا كتسمعني مزيان؟ يعني هنايا شنو غادي ندير انايا؟ يعني هذا ماشي بلان، هذا البلان اللي درت انا ماشي هو، حيت دابا راه هذا عرفوه هوك، دابا الرياكشن شنو غادير؟ هذا هوك وهذا هوك، يعني هذا انذر هوك.
يعني هنايا غادي نمشي لهنايا غادي نقول هنايا كونست وغادي نقول ليه ستيت، وبالنسبه للستيت ديالي غادي نخزنها في واحد الفاريبل. غادي نقول ليه مثلا هنايا احمد، يعني شنو غادي نقول ليه؟ غادي نتبع مثلا هاد الستيت باش نشوفوا شنو غادي اش نقصدوا. نقول ليه مثلا هنايا كونسول ستيت، نجيب هنايا كونترول اس، انتم هنايا نقول ليه مثلا بحال هكا ماي ستيت، ونجيب بحال هكا هنايا انتم ماي ستيت. يعني شنو غادي نقول ليه دابا انايا؟ غادي نمشي لهنايا غادي نحيد هاد اليوز ستيت وغادي نقول ليه ستيت جيب ليا اول عنصر. غادي نمشي تاني هنا نقول ليه تاني عنصر اللي هي الفانكشن، وغادي نجيب بحال هكا، وغادي نمشي هنايا. تلاحظوا هنايا عندنا نفس الحاجه، واضح؟ يعني هنايا احمد، واضح؟ مزيان. دابا حنا باش نبقاو نكتبو جميع بهاد الطريقه، نقول ليه ستيت جيب لي العنصر اللي عنده الاندكس رقم زيرو، ستيت جيب لي الاندكس تاع العنصر اللي عنده، جيب لي العنصر اللي عنده الاندكس تاع رقم واحد. هذا ماشي بلا، هنا باش نخدمو تنخدمو بديستراكتورينغ. يعني شنو كنقصد بديستراكتورينغ؟ هو انك تقول ليه كونست كتشد هاد المصفوفه ديالك وكتنشرها، كتجي لي هنايا مثلا ديفولت فاليو كتسميه مثلا شي حاجه، وهنايا كتعطيه الابديت ديالك او الابجيت ديالك او الفانكشن ابجيت ديالك، وكتعطيها مثلا واحد السميه يساوي اش، يساوي يوز ستيت بحال هكا، وهنايا كتعطيه ديفولت فاليو. مزيان. دابا هذا الاول لمن غادي يرمز؟ غادي يرمز لاول عنصر عندك انت في المصفوفه اللي هي ديفولت فاليو. بالنسبه لهذا الستيت هاجي مثلا هنايا كترمز للفانكشن اللي عن طريقها غادير ابديت للديفولت فاليو. يعني واضح؟ يعني هنا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي لهنايا غادي ندير بحال هكا، غادي نجي هنايا مصفوفة، يعني هادي هي الطريقة اللي تيكتبو بها الأغلبية. غادي نقول هنايا ستيت، وغادي نقول هنايا ستيت، يعني هادي تنقول لك الفانكشن ديالك سميتو من الأحسن أنك ديما تبداها بالستيت، يعني ستيت يعني غادي ستيت الأش، غادي ستيت لا ديفولت فاليو، وهنا يكتب السمية اللي عجبك. غادي نقول مثلا دابا أنا في هاد الحالة هادي ستيت ستيت، مزيان. وغادي نحيد هادشي كامل، وغادي نمشي لهنايا مثلا غادي نحيد هاجي، وغادي ندخل انا في وسط الديف، وغادي نقول هنايا واحد الاتش 1. هاد الاتش 1 شنو غادي نجي انا في وسط منه؟ غادي نقول هنايا ستيت، هانتوما هنايا احمد. دابا اجي نبدلو هنايا السميه، غادي نقول هنايا نيم، وغادي نقول هنايا ست نيم. هانتوما هنايا اش قال ليا؟ قال لي ستيت از نوت ديفايند، يعني ما بقاش شحال سميتها ستيت. غادي نقول ليه عوضها ليا بالنيم. مزيان، واضح؟ هنايا مثلا غادي نقول لي واحد البوطون، هاد البوطون شنو غادي يجي؟ غادي يقول لي مثلا هنايا تشينج نيم بحال هكا، وغادي نقول لي مثلا هنايا اون كليك. هنا بالنسبه للاون كليك غادي ننشئ مثلا واحد الفانكشن نفس الفانكشن اللي نشأنا في الاول، غادي نقول لي هاندل كليك ديال ديك السيت نيم، هي الفانكشن باش غادي تجري ابديت للديفولت فاليو. شنو قلنا حنايا؟ قلنا انه الست كترجع لينا مصفوفه، هاد النيم الاولى كترمز للديفولت فاليو اللي هي احمد، وقلنا انه العنصر الثاني اللي كيرجع لنا في المصفوفه هو عباره عن واحد الفانكشن، قلنا انها كتسميتها مثلا ابديتر فانكشن، يعني هي عن طريقها كتقدري انك تجري ابديت لهاد احمد هاجي. واضح اختي سهيله؟ مزيان. حنا ديك الساعه في الاول شنو درنا؟ درنا اننا نشأنا فاريبل ونشأنا فانكشن باش اننا نبقاو نبدلو الفاليو ديال هاد الفاريبل، يعني هنايا نفس الطريقة نفس الكونسيبت هنايا. مزيان؟ خشيت سؤال؟ مزيان؟ مزيان. كونست نقول لي مثلا هاد الكليك، وغادي نقول لي بحال هكا. يعني شنو غادي نقول لي؟ غادي نقول لي مثلا السيت نيم، اجي نفهمو دابا هاد السيت نيم. غادي نقول ليه هنايا جوج ديال الاقواس بحال هكا، مزيان. هنايا غادي يقول لك مر ليا الفاليو اللي بغيتيني انني نمشي للستيت هنايا، وانني نحيد ديفولت فاليو ونعوضو بها. يعني شنو كيعني بهاد الهضره؟ تخيل معايا انني نكتب مثلا هنايا عالي، هنايا عالي، هنايا شنو غادي يدير؟ هنايا غادي يمشي للستيت ديالك اللي هو مربوط بها. هنايا عندنا النيم هو باش مربوط، مربوط بهاد ستيت اللي عرفنا فيها حنايا هاد النيم. هنايا غادي يقول لك اشنو هي ديفولت فاليو هنايا اللي هي احمد، غادي نحيد احمد. شنو غادي ندير؟ انني غادي نروبلاسيها بعلي. هنايا باش نجيو هنا مثال تطبيق باش نفهمو اكثر، نجيو بحال هكا ونقول لي مثلا هنايا عوضها ليا بعلي،
واجي نجي هنايا كونترول اس نقول لي هنايا تشينج نيم، انتم كما كتلاحظوا انه بدل لي من احمد لعلي، واضح؟ مزيان. دابا من تعرفنا على سميتو، دابا من تعرفنا على ريل استيت، دابا نجي نمشيو بالخاطر ونعاودو بشوية ونشرحو داكشي بالخاطر. دابا حنا قلنا انه الستيت هي عبارة عن حالة، نجيو دابا ملخص باش نفهمو كلشي، نجمعو كلشي. حالة قلنا انها عبارة عن فانكشن، مزيان، يعني باش انك تجي لها كول ضروري انك تجي الاقواس تاع الفانكشن. لحد الان واضح؟ هنايا قلنا انها شنو كترجع، كترجع لنا ولا اجي قبل هنايا شنو كنجيلو فيه، كنمرو فيه ديفولت فاليو، يعني الحاله البدائيه او الانيشيال فاليو ستيت. انا نقول هنا ديفولت فاليو، هنايا قلنا انها مثلا كترجع لنا شنو كترجع. يعني كتجي الروتون لواحد المصفوفه، هاد المصفوفه كتكون من جوج ديال الحوايج، كتكون من الحاله البدائيه اللي هي الفاليو، زائد انها كتكون من واحد الفانكشن. قلنا ان واحد الفانكشن هادي شنو هو الضوء ديالها، هو انه عن طريقه كدير ابديت، هنايا ابديت لمن هنايا الديفولت فاليو، واضح؟ واضح الدلال اختي سهيلة؟ واضح مزيان. دابا الحاجة الأولى معنا في هذا اللايف سالينا معاه، يعني دابا تعرفنا على كيفاش أننا نعرفو الهوك اللي سميتو ستيت، وعرفنا مناش كيتكون، وعرفنا كيفاش أننا كنوصلو ليه، وكيفاش أننا تنجرو إبديت الديفولت فاليو. دابا أشنو هما الحوايج اللي خصك أنك ما تجيرهمش وأنت تتعرف الهوك؟ بحال مثلا انك تجي لهنايا مثلا وانك تعرف الهوك برا تاع الكومبوننت، هنايا غادي يعطيك ايرو، مزيان. واضح مزيان. تاني حاجه هو انه ماشي ضروري انك تجي لهاد السيت نيم، يعني تقدر ان هاد السيت نيم هاجي مثلا اجي نجيو لها هنا كومنت باش ما يوقع لنا ايرو، ولا اجي نحيدو نجيو كومنت شي هاد السيت نيم. تقدر انه مثلا انت واحد السيت بغيتي انك يتخزن فيها مثلا واحد الفاليو معينه، تقدر هاد السيت نيم هاجي تقدر كاع تحيدها من هنايا وما تلقى حتى شي ايرو. يعني هادي هي الملاحظه الثانيه، يعني ماشي ضروري انك تقول ليه النيم سيت نيم، كاين تقول لك لا ضروري انك تعرف السيت نيم، لا ماشي ضروري، واضح؟ يعني السيت نيم امتى كتجيرها؟ في حالة انك كنتي باغي انه ولا انت مثلا الفكرة جاك مبنية عليك انه دير ابديت لا دير فولت فاليو. في حالة انك مثلا بغيتي انك تعرف على واحد السيت معينة وانك تخزن فيها مثلا واحد الفاليو معينة كما كان بلا ما تجي لها السيت، انه تعرفها بهذه الطريقة، يعني بحال تعرف فاريبل. واضح خويا خالد؟ سؤال واضح؟ مزيان. اوكي، يعني دابا فهمنا اشنو هما جوج الملاحظات اللي ضروري انك تاخذ منهم البال، ما تعرفش ليا ستيت برا تاع الكومبوننت حيت غادي يعطيك ايرو، زائد انه ماشي ضروري انك دخلت ستيت، ستيت تدخلها في حالة انك كنتي باغي انه ولا الفكره جات كما قلنا مبنيه على انه غادي دير ابديت، واضح؟ نمشيو هنايا مثلا بالخاطر شنو قلنا هنايا، دابا تعرفنا على السامبل يوز كيس، يعني تعلمنا كيفاش اننا نزيدوها، وتعلمنا سميتو البيزك ديالها يعني الاساسيات، وهنايا جينرالز اوف اوكس هما هادو، يعني قلنا انه ما تعرفهاش في برا وانه مش ضروري السيت نيم، وهنايا لي ستيت كيفاش انه قبل اننا ما نعرفو هادشي نعرف كيفاش اننا كنخزنو فيها نمبر ستاينغ وندوز بشويه. هنايا يعني مثلا قالك انه عندك مثلا واحد ستيت مثلا كترمز النمبر، وهنايا مثلا ستيت نمبر، الا بغيتي انك تخزن فيها نمبر جي لهنايا مثلا وقول لي مثلا هي خمسة ديريكت، جي لهنايا وعوض اجيب نمبر، واضح؟
اجي نجيب المثال اللي بجينا فيه اللايف، نقول لي مثلا هي السيت، سيت نمبر، ونقول لي مثلا غتشد ليا نمبر وغتزيد عليه واحد، ونجي هنا كونترول اس بحال هكا، هانتوما هنا تشينج نيم 6 7 8 9 10 الى اخره. علي واضح بالنسبة للنمبر؟ واضح يعني عادي كما فين شفنا داي، واضح كتسمعني؟ دابا نشوفو تاني مثلا نيم، نجيو هنا مثلا سيت نيم، ونجيو بحال هكا مثلا هنا نرجعو تاني احمد. دابا حنا شنو بغينا؟ بغينا انه في حالة مثلا كيساوي احمد انه وجه لينا علي، وفي حالة انه مثلا تيساوي علي انه رجع لينا احمد. كيفاش غادي نديرو هاد البلان هذا؟ قالك انك تجري هنايا بحال هكا باش نشوفو كيفاش انه السيت كنخدموها بزاف ديال المرات. نمشيو هنايا مثلا نقول لي مثلا هنايا النيم. دابا انا بغيت نضغط شنو غادي يجيب بيتو؟ بيتو انه يحول عليه العالي، فاش نعاود نضغط انه يحول عليه الاحمد. هنايا غادي نجي هنايا في وسط الهاند الكليك، وغادي نقول هنايا واحد الاف كونديشن، وغادي نقول ليه انه النيم اذا كانت كتساوي مثلا احمد شنو غتجي ليا؟ غتقول لي هنايا السيت نيم، وغتقول لي هنايا عالي، وغادي نجي هنايا تاني اكس، واش هنا غادي يطرا شي مشكل الا عاود خدمت معايا السيت نيم؟ لا، عندك الحق انك تخدمها شحال ما عجبك. يعني نقدر مثلا نقول هنايا السيت نيم، ونقول لي مثلا هنايا احمد. يعني اذا كانت كتساوي احمد ضالي علي، اذا كانت تساوي علي ضالي احمد. اجي نشوف واش غادي يوقع لنا شي مشكل ولا لا. هي علي احمد، واضح؟ مزيان. يعني حد الان شنو شفنا؟ شفنا كيفاش اننا كنعرفو نمبر زائد اننا نعرفو سترينج زائد اننا نخدمو السيت او لا الفانكشن اللي سميتها سيت ابديت مثلا، باش انك دير ابديت الفاليو بزاف ديال المرات في نفس الفانكشن وما وقع لنا حتى شي مشكل. نشوفو هنا اش تبعنا مازال. دابا كيفاش اننا نعرف واحد الفانكشن كترجع واحد القيمه معينه؟ قالك انك دابا تعرف واحد الفانكشن كترجع واحد القيمه معينه، كتجي بحال هكا هنايا وكتجي هكا، مزيان، وكتجي بحال هكا، كتقول لي هاد الفانكشن اجي غترجع شنو غترجع؟ غترجع هيت مثلا احمد. دابا هاد الفانكشن فاش يطالي اكون شنو غترجع لنا؟ غترجع لنا احمد. اجي نشوف واش كاين شي فرق. هانتوما هنايا هانتوما بحال بحال، يعني ما كاين حتى شي فرق، واضح؟ داي واضح مزيان. هنا يقول لي مثلا بترجع لي 5 زائد 5، هانتوما هنايا مزيان، هيا رجعت لي 10. يعني في وسط ليا الست تقدر انك تجي فانكشن وانك تجي مثلا فلتر واحد الاراي معينه ولا شي تخربيقه بحال هكا، وانك تقول لي رجع لي واحد القيمه معينه وانه يخزنها فين هي في الديفولت فاليو ديالك، واضح؟ مزيان. يعني دابا تعلمنا كيفاش اننا نشأو فانكشن في وسط ليا ستيت، وانتم كما كتلاحظوا انه ما عندي حتى شي مشكل. يعني كون كاين شي مشكل كون قال لي هنايا ايرور. نمشيو هنايا مثلا نحيدو هاجي. دابا اش غادي نديرو؟ اننا غادي نعرفو هنايا اوبجيكت، مزيان اوبجيكت. غادي نجي هنايا مثلا غادي نقول ليه مرحبا اخويا فينيكس، نقول له مثلا هنايا اوبجيكت، وغادي نقول ليه انه النيم كتساوي مثلا احمد، وغادي نقول ليه انه الايدج يساوي مثلا 25، ونقول ليه مثلا واش اكشيف ولا لا، وغادي نقول ليه هنايا ترو. هنايا تيقول لي انه النيم عباره عن اوبجيكت، يعني ما يمكنش انه يكون تيساوي هكا. يعني غادي نحيد هادشي هنايا من هنا. هنايا تيقول لي انه النيم اكتيف فاوند اوبجيكت ويز كيز. يا ربي هنا شنو اوبجيكت ار نوت فاليد از رياكت تشايلد. يا ربي هنايا هنايا بالنسبه غادي نقول ليه النيم دوت نيم، انتم هنايا احمد، وغادي نجي بحال هكا، وغادي نقول هنايا مثلا ايدج، وهنايا غادي نقول ليه اكتيف. مزيان، يعني هادي هي الطريقة الأولى بالنسبة لأكتيف. أجي نجيو هنا واحد الكونديشن، غادي نقول ليه إلا أكتيف غترجع ليا مثلا أكتيف، مع أكتيف بما أنها قيمة بوليان مغتطبعش ليا هنا، وغادي نقول ليه بحال هكا نوت أكتيف. مزيان هنايا أكتيف جواسيس. واضح؟
مزيان. دابا شنو هي الطريقه اللي نقدر نعيط عليهم بها؟ نقول لهم مثلا السميه ديال الاوبجيكت دوت بروب. لا قال لك غادي خصك كاع تجي هنايا وتقول لي مثلا هي كونست وتجي هنايا تجي ستراكتورين، يعني فوق الريتيرن بحال هكا. سمحوا لي هنايا غادي نجي هنايا تجي ستراكتورين وغادي نقول له يساوي اش، يساوي الاوبجيكت اللي سميتو النيم، وغادي نقول له هنايا النيم، وغادي نقول له هنايا مثلا ايدج، ونقول له مثلا هنايا اكشيف، وغادي نجي هنايا وغادي نبدا نحيد هنايا، نقول له هنايا النيم، واجي نشوف واش غادي يوقع لينا شي مشكل ولا لا. نشوف هنايا از بين ديكلاريت، اجي نبدل هنايا السميه ديال هذا، نقول له داتا، ونقول له مثلا هنايا السيت داتا، ونقول له مثلا هنايا داتا، حيت طلع لنا الدوبليكيت. هانتوما هنايا شنو درت؟ انني درت جي ستراكتورينغ، وانني عرفت هنايا كل خاصيه وقلت رجع لي القيمه ديال كل خاصيه عندي هنايا في الاوبجيكت اللي سميتو ديتا، والديتا هذا فين خزنته؟ خزنته هنايا في الهوك اللي سميتو ستيت. واضح؟ مزيان. دابا اش غادي نديرو؟ لحد الان تعلمنا دابا الاوبجيكت، باقي لنا دابا المصفوفه هي الاراي. غادي نجيو هنايا مثلا، غادي نقول هنايا مصفوفة، غادي نقول مثلا هاد المصفوفة هادي واحد جوج ثلاثة إلى آخره بحال هاكا. باش نحيد هادشي هنايا، نحيد هادشي من هنايا. حنايا شنو قلنا البارح؟ قلنا أنه الرياكت أنك تحتاجي هنايا مثلا واحد المصفوفة أنه تيجي ليها باي ديفولت فور اتش، يعني أجي نشوف هنايا نقول لي داتا، هانتوما هنايا أنه دار ليها باي ديفولت فور اتش. دابا تخيل معايا أنني بغيت نمشي مثلا واحد اليو ال، وهاد اليو ال بغيت نرجع فيها واحد المجموعة تاع ال ايات، ونقول لي مثلا ال اي الأولى فيها واحد جوج ثلاثة إلى آخره، بقا تنشأ ليها ال اي، وكل ال اي يكون فيها واحد النمبر. هنايا شنو غادي دير؟ أنك غتمشي هنايا غتنشأ هنايا واحد اليو ال، وهنايا غتجي بحال هكا وغتقول لي هنايا داتا دوت ماب، وغادي نقول مثلا هنايا ايليمنت بحال هكا دغيا، ونقول لي مثلا رجع لي واحد ال اي. وهنايا شنو غادي نقول لي بحال هكا؟ غادي نجي ليه نقول لي مثلا هنايا ايليمنت. هانتوما هنايا كما كتلاحظوا معايا، واضح؟ يب مزيان. نمشيو هنايا بالخاطر، نحيدو هادي مزيان. يعني دابا تعلمنا كيفاش اننا نخزنو مصفوفة في وسط اليوز ستيت، هنايا هاد الكليك. دابا شنو غادي نديرو؟ نشوفو هنايا انني فانكشن اكزامبل، انني اري اكزامبل، اوبجيكت اكزامبل، مزيان. دابا من تعلمنا كيفاش اننا نخزنو كاع، دابا باقينا قيمة بولين. غنقول مثلا هنايا الشو، ولا شي نجيو مثلا طاقل، يعني شنو كنعني؟ نقول هنايا السيت طاقل، وغادي نخزن هنايا قيمة بولين، غادي نقول مثلا هنايا فولس، وغادي نمشي لهنايا مثلا، غادي نشئ هنايا مثلا واحد الاتش وان، وغادي نشئ هنايا واحد البوطون. وبالنسبة لهاد الاتش وان امتى غادي يبان؟ من بالنسبة انه الا كان طاقل كتساوي ترو، بغيت انه الاتش وان يبان، يعني كما تنجيو في البلان ديال الموديل. يعني بالنسبة انه فولس غادي تقول ليه نال، يعني مرجع ليا والو. غادي نمشي هنايا مثلا، غادي نقول انه الاتش وان مثلا فيها واحد اللوريم ديال 10 ديال الكلمات مثلا بحال هكا، ونقول هنايا كونترول اس. هنايا نقول مثلا طاقل، نبدلو السمية ديال هاد البوطون هذا. دابا انايا شنو بغيت؟ بغيت انني فاش نضغط على الطاق اللي هاجي انه يبان الاتش 1، فاش نعاود نضغط عليها انه مثلا يختفي الاتش 1. وهنايا بالنسبه غادي نجي واحد الكونجيشن، غادي نقول هنايا الطاق، وغادي نجي بحال هكا، غادي نقول مثلا اشنو هو التكست ديالك الا كان ترو، غادي نقول مثلا هنايا هيد، وغادي نقول ليه انه بما انه فولس، يعني شنو غادي هنايا شو مزيان. يعني دابا هنا شنو غادي ترى؟ غادي تضغط على البوطون، غادي تحول التكست ديالو من شو لهيد، وغادي يبان هنايا هاد الاتش 1. كيفاش غادي نديرو هاد البلان؟ هو انك كتمشي لهنايا كتقول لي هنايا السيت طاقل، وهنايا السيت طاقل شنو كتقول ليه؟ كتقول ليه العكس ديال الطاقل. يعني شنو كيعني بالعكس تاع الطاقل؟ دابا الطاقل ديالنا
فولس اجي نمشيو هنايا بالخاطر دابا هنايا كما كنلاحظو انه الطاقل ديالنا فولس. الا قلت ليه نوت فولس هنايا مزيان غادي يولي ترو. الا عاودت قلت ليه هنايا نوت ترو يعني هنايا شنو غادي يولي؟ غادي يولي فولس يعني نوت فولس. يعني فاش غادي عاود تاني ضغوط غتولي تاني ترو اللي هي تاني غتحول تاني نوت ترو اللي هي غتبقى غاجي. يعني غادي يبقى غاجي من فولس ترو فولس ترو وغادي يبقى يبين سميتو الكونتنت ديالك وغادي يبقى يخفي. يعني واضح شنو غادي نجاوب؟ خويا فينيكس واضح مزيان. انا غادي نجي هنا كونترول اس بحال هكا وغادي نشوف هنا شنو غادي يطرا. غادي نقول هنايا طاقل مزيان هو الاتش 1 ديالنا تبدل. وانتم هنا اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا انه التكست ديال البوطون ديالنا حتى هو تبدل. يعني غادي نقول ليه هيد غادي تلاحظوا انه الاتش 1 غادي يختفي وانه التكست ديال البوطون ديالنا ها هو حتى هو اختفى. وبكا درنا طاقل مزيان. نعم اخويا خالد. خويا خالد كتبني قلت لك شنو؟ قلت شي ما سمعتكش مزيان. لحظتك شو يعني مزيان. ايه تقريبا هادشي اللي عندنا. عندنا سترينغ، عندنا اوبجيكت اراي، وعندنا قيمه بولين، وتعرفنا على النمبر. دابا نجي نجاوب نبراتيكو بزاف على اليوز تي باش نتعلمو كيفاش اننا كنخدمو بيها. اول حاجه غادي نديرها هنايا بالنسبه لكم، هي اول حاجه غادي نديرها باش ما نضيعو والو. غادي نديرو هادشي كومنت بحال هكا نحيدو هادشي من هنا. والو ما يجع وايه ما تعرف نحتاجو. لا لا والو ما يجع يج حيد هادي. ندير هادشي في الداخل ديالها كومنت مزيان. دابا شنو اول حاجة اللي بغينا؟ بغينا اننا ننشأو واحد الاوبجيكت كونس مثلا او بيرسون نسميه مثلا بيرسون. نقول مثلا هنايا سيت، نقول مثلا سيت بيرسون. عاد دير كزو معايا شنو غادي ندير. غادي نقول هنايا سيت بيرسون يساوي اش؟ يساوي يو سيت. وغادي نقول انه مثلا هنايا النيم، نقول مثلا هنايا احمد، نقول انه الايدج مثلا يساوي مثلا 25، ونقول انه مثلا السالاري مثلا نقول مثلا هي شي 1500 بحال هكا عادي مزيان. انا شنو غادي ندير؟ انني غادي نمشي لهنايا غادي نشئ هنايا مثلا واحد اتش 1. غادي نجي نفس الظن اللي قلنا ديك الساعه. انا غادي نقول هنايا كونس مثلا، نقول مثلا هنا يساوي الاوبجيكت ديالنا اللي سميتو بيرسون. وغادي نقول ليه انه جي ستراكتورينغ هاد الخصائص هادو اللي هما النيم وعندنا الايدج وعندنا السالاري. انا شنو غادي نقول ليه؟ انا غادي نمشي لهنايا غادي نقول مثلا جيب لي القيمه ديال الخصائص بتاع النيم وبقاو غاجين. نقول مثلا هي الايدج، نقول مثلا هي الصدر نزيد لي مثلا واحد الدولار. لا مزيان. دابا حنايا شنو بغينا؟ بغينا اننا صافي فينيكس ديما الدولار زيد فوق الدعم ديال البرايس ما شاء الله. كيفاش؟ زعما تجي هنا هكا. نعم. دابا حنا شنو بغينا ننشئو؟ بغينا ننشئو مثلا واحد البوطون، وهاد البوطون شنو بغينا نجرو بيه؟ بغينا نبدلو بيه مثلا السالاري. يعني بغينا اننا مثلا فاش نكليكيو على هاد البوطون اننا نحولو مثلا السالاري ديال هاد البيرسون هذا من 1500 مثلا ل 2000. واضح؟
هنايا يكون كنا اننا معرفينهم، يعني كاين واحد البلان اخر هو انك تعرف هنايا ستيت لكل واحد، يعني مثلا تقول لي النيم وتقول لي مثلا ستيت نيم وتقول لي بحال هكا يساوي مثلا نيو ستيت، وتقول لي مثلا ستيت الثانيه ديال البرايس ديال البرايس لا ديال ربي ديال الايدج، وتقول لي ستيت الثالثه ديال الصالاري، وبهكا غتقول لي مثلا من دخلت هذا البوطون هادي غتقول لي شنو، غتقول لي هنايا تقول لي مثلا ستيت صالاري وتقول لي بدل لي الصالاري، ولكن هنا اش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا اننا جمعناهم كاملين في اوبجيكت، واضح؟ واضح الدلالة؟ انا شنو غادي نقول؟ غادي نقول هنا تشينج نيم، يا ربي ماشي نيم، نقول هنا صالاري، صالاري يعني غادي نمشي هنا واحد الفانكشن اسمها مثلا تشينج تشينج صالاري بحال هكا، واجي نقول لي مثلا هي تشينج صالار. مزيان، هنا شنو قلنا؟ قلنا انه عندنا اوبجيكت، وحنا شنو بغينا نبدلو؟ بغينا نبدلو الفاليو ديال الخاص اللي سميتها الصالاري. يعني شنو غادي نديرو؟ غادي نجيب بحال هكا، يعني هذا هو البلان باش انك تبدل واحد القيمه مثلا بالستيت عن طريق الاوبجيكت، يعني تقول لي هنا ستيت بيرسون. مزيان، اول حاجه غتقولها لي هنايا هو انك غتحل هنا جوج ديال المزدوجات. هنا تاني حاجه هو انك غتخدم بالسبريد اوبريتور، يعني غتقول لي هنا مثلا نشر لي هنا كلشي هادشي، يعني نشر لي هذا بيرسون هذا كامل. تاني حاجه هو انك اش غدير عاديك ساعه غتارجيتي. دابا هو من نشر هنا شنو دار؟ انه عرف لك النيم احمد وايد 25 والصالاري 1500. دابا حنا هاد النيم وهاد الايدج هذا ما بغيناش نمسوهم، حنا شنو غادي نقول؟ هنا غادي نقول لي سير الصالاري بحال هكا، سير لي الخاص اللي سميتها الصالاري وغتحولها ليا ل 2000، وبكا غادي يرجع لك واحد نيو اوبجيكت فيه النيم كيساوي احمد والايدج كيساوي 25 والسالاري ديالك كيساوي 1500. يعني اجي نجربو هنايا ونشوفو شنو غادي يطرا. نجي هنا كونتا اس، انتم هنا كتلاحظوا انه حولوا ليا ل 2000، واضح؟ مزيان. مزيان مزيان. دابا الا بغينا نبدلو التاني مثلا، غادي نبدلو ولا نبدلو مثلا الاتش، نقول مثلا تاني هي 26، نجيب بحال هكا ونجي نشوف واش غادي يوقع لنا شي مشكل ولا لا. هانتوما هنايا انا بدل لي هاجي وهاجي وهاد النيم هاجي ما نساهاش، يعني دابا عرفتك باش اننا كنتعاملو مع الاوبجيكت. نجيب بحال هكا ونمشيو لهنايا، حيدو هاجي ديك ما عندكش لكم بعد الكومنتس هادو. صافي مزيان، يعني مش هاد تخاف خليك ولا شي حاجة قولوا عليا. نشوف عليا وحيد الجامعة هذاك سباس. دابا بغينا نعرفو مصفوفة في وسط سميتو في وسط ستيت، واننا نجيو عليها واحد الماب ونشوفو اننا كيفاش اننا مثلا نفلتريو. يعني مثلا غادي نقول مثلا هنايا كونست، وغادي نجيو هنا واحد المصفوفة غادي نسميها، غنسميها مثلا داتا، نقول مثلا سيت داتا، سيت داتا يساوي مثلا واحد يو ستيت بحال هكا. غادي نجي هنا مثلا غادي نعرف مثلا واحد نقول مثلا كونست، نقول مثلا بيرسون ولا بيبل، نقول مثلا بيبل، نقول مثلا بحال هكا عبارة عن واحد الاراي، نقول مثلا يعني واحد الاي جي اللي هو جرى واحد مثلا، ونقول مثلا يعني النيم احمد بركة تقريبا. نجيب بحال هكا نقول لي مثلا هنا عالي، نجيب هنا جوج، نقول لي مثلا هنا ثلاثة، ونقول لي مثلا عماد، نجيب هنا واحد الفاصلة بحال هكا. دابا حنا شنو غادي نقولو ليه؟ غادي نقولو انه الديفولت فاليو ديالك غتكون هي هاد الاراي، يعني غادي نشدو هاد بيبل هاجي، هاد بيبل هادو مثلا بيبل اش دار بيبل هادو مثلا، غادي نمرو هنايا، واضح؟ يعني غادي نمشيو هنا حنا دابا مثلا هنا،
غادي نقول شنو غدير، انا غتشد لي مثلا داتا دوت ماب، ونقول لي مثلا بيرسون، ونقول لي مثلا غترجع شنو غترجع مثلا، نقول لي مثلا رجع لينا واحد ديف بحال هكا، ونقول لي انا في الداخل تاع الجيف مثلا غادي نجيب عليه السميه element dot مثلا. صافي يا ربي نقول هنا بيرسون، نقول مثلا دوت نيم، هانتوما هنايا. دابا اللي بغيت ندير انايا جي ستراكتورينغ في الداخل ديال الماب، هنايا غتجي لهنايا فوق الريتورن ديالك وغتقول لي هنايا كونست، وغتقول لي غتجيب لي النيم وغتجيب لي مثلا الاي جي، وغتقول لي يساوي اشنا هو الاوبجيكت ديالنا اللي هو بيرسون. هنايا يا ربي الاي جي هو الاول عند النيم، وهنا شنو غادي نحيد هاد البيرسوناجي وغادي نشوف واش غادي يوقع شي مشكل ولا لا. انتم هنا كتلاحظوا انه نفس النتيجه، هنا يعطي كل واحد كي، نقول مثلا بحال هكا، ونقول هنا مثلا اي جي. هنا شنو غادي ندير، انني غادي نشئ هنا واحد البوطون، غادي نقول مثلا جيليت، غادي نقول مثلا تايب ديالو عباره عن بوطون، وهنا غادي نشئ مثلا واحد البوطون، غادي نقول هنا واحد الاتش ار، وغادي نقول انا غادي نشئ لي واحد البوطون شنو هو الضوء ديالو، هذا اوتو كلوزينغ، وغادي نقول شنو هو الضوء ديالو، هو جيليت اول مثلا ولا كلير، كلير مثلا ايتونز هذا الكونسول يجي مزيان. واضح الدراري؟ مزيان. يعني دابا حنا شنو عندنا، شدنا المصفوفه ديالنا دا عليها ماب، رجعنا نيو اراي، قلنا لي جينا ديستراكت ورينك، رجعنا هنا واحد ديف و اتش 1 عندنا فيه النيم بوطون، وهنا قلنا لي واحد البوطون هنا الاول تاع الجيليت والثاني تاع انه يمسح لنا العناصر كاملين. اجي نقول مثلا هنا اول فانكشن عندنا اللي هي مثلا كونسل، نقول مثلا هنا كونست هاندل مثلا ديليت، ونقول يساوي بحال هكا مزيان. دابا حنا هنا شنو كنلاحظو، كنلاحظو انه كل عنصر عنده واحد يونيك اي جي، يعني غادي نبداو نفلتر بالاي جي، وغادي نخدمو هنايا الميثود اللي سميتها فلتر، يعني غادي نقول هنايا مثلا كونست، وغادي نقول ليه نيو مثلا نيو داتا، وغادي نقول ليه يساوي، يساوي اش، يساوي داتا اللي خزنا فيها اللي هي السيت ديالنا اللي خزنا فيها يعني كاع دوك اللي عندنا، يعني اللي عندنا هنايا في هاد المصفوفة هادي، وغادي نقول ليه دوت فلتر، وغادي نقول هنا مثلا بيرسون، غادي نقول مثلا هنا بيرسون دوت اي جي، وغادي نقول هنا نوت يساوي يساوي هاد الاي جي اللي غادي نمرر، شنو غتجي ليا، غتقول هنا سيت ديتا، وغتبرر ليا هاد نيو ديتا، وغادي نجي هنا سيمي كولون. يعني واضح، يعني واضح شنو كيعني هادشي، يعني هنا شنو كيعني هادشي مثلا. دابا انت دابا حنايا مثلا مررنا هنا واحد واحد نوت يساوي مثلا مزيان واحد، يعني هنايا فولس مزيان، هنايا مثلا قلتي لي هنايا جوج، جوج نوت يساوي واحد، لا هنايا ترو، حيتاش ما كيساويهاش، مثلا هنايا ثلاثة، هنايا ترو، هنايا شنو غادي يجي، أنه غادي يبدا تنقي، يعني كاع لي فولس غتلح في الزبل، يعني هادشي ما غدارش، واللي ترو غادخل هنايا، وبهكا ما غاديرجعش لنا العنصر اللي عنده الأي جي نفسه كيساوي واحد من الأي جي اللي عندنا حنايا، من هاد العناصر اللي عندنا حنايا في المصفوفة، يعني واضح؟ مزيان. نمشيو بحال هكا ونربطو البوطون ديالنا بالفونكشن، نقول هنايا اون كليك، اون كليك يساوي بحال هكا، ونقول مثلا هنايا هاندل ديليت، وهنايا شنو غتمرر، غتمرر الاي جي ديالك. ودابا نجي نشوف، نقول مثلا هنايا جيليت، انتم كما كتلاحظوا ان احمد مشات، هنايا جيليت مزيان، هنايا جيليت، يعني ما بقى عندنا حتى شي عنصر. دابا حنايا شنو بغينا نقولوا ليه، بغينا نقولوا ليه انه في حاله انه المصفوفه ديالنا اللي سميتها داتا انها خاويه، شنو غتقول ليه هنايا، غنقول ليه مثلا جي لي واحد اتش 1، وقول ليه مثلا واحد تيكس مثلا نو داتا، يعني كيفاش غادي نجيب هذا البلان كالتالي، غنمشيو لهنايا مثلا، غتمشي لهنايا قبل الماب، يعني غتمشي هنايا مورا الماب، غتقول ليه هنايا داتا دوت لينكت مثلا صغر من واحد مزيان، وغتقول ليه بحال هكا هنايا، نقول ليه مثلا بحال هكا
اجي نجيو هنا مثلا، ولا اجي نجيو بحال هكا، ولا نجيو العكس، نقول لي داتا دوت لينكد. يعني دابا كاين يعني الداتا كاين عندنا حنا في المصفوفه، في حاله انه ما كاينش الداتا غادي نقول لي مثلا هنا واحد اتش 1 بحال هكا، وغادي نقول هنايا نو داتا، واجي نشوف شنو غادي يدير. دابا كاين الحاله الاولى انك تقول لي هنايا مثلا نوت هنايا داتا لينكد، اولا تقول لي لينكد ناقص واحد وتجيبها تجي هنايا وتعكسهم، يعني الماب ترجع لهنا، هاد الماب هادي تجيبها لهنايا وهذا اتش واحد يجي يطلع لهنايا، اولا تخدم بهاد الطريقه تقول لي محد المصفوفه فيها العناصر هنا غادير ماب، في حاله انه مثلا لينكد كيساوي صفر غتمشي ليا لهنايا وغتطبع لي هاد اتش واحد اللي فيها نو ديتا، وغادي نمشي بحال هكا. غادي نقول هنايا جيريت جيريت جيريت، هنايا اش كنلاحظوا انه عندنا ديتا، هنايا قال لي هنايا نو ديتا، واضح؟ هنا غادي نزيدو مثلا واحد البوطون خو نسميوه مثلا ريفريش، هنا غادي نقول ليه مثلا هنا ريفريش مزيان. دابا شنو نخدمو البلان ديال كلير ايتيمز، غادي نقول ليه انه الكلير ايتيمز غادي نقول ليه مثلا هنا اون كليك مزيان، وغادي نقول ليه انه شنو غادي ليا، انا غتشد ليا الداتا يعني السيت داتا وغتحط ليا فيها مصفوفه خاويه بالنسبه ديال كلير ايتيمز، بالنسبه للريفريش العكس. حنا فين خزنا العناصر ديالنا في هاد المصفوفه اللي سميتها بيبل، يعني شنو غادي نقول ليه هنايا مثلا، غادي نقول ليه سيت ديتا، وغادي نقول ليه هنايا بحال هكا، وغادي نقول ليه بيبل، باش نجيو ليه كونترول اس مثلا. وحنا شنو بغينا، بغينا ان هاد البوطون هذا، اجي بعدا نجرب ونشوف لك شنو هو هذاك مزيان، نو ديتا ريفريش مزيان. دابا حنا شنو بغينا، بغينا ان هاد البوطون هذا سميتو ريفريش امتى غادي يبان، في حاله انه المصفوفه ديالنا اللينك ديالها مالو كيساوي صفر، يعني واضح شنو بغيت ندير. دابا هاد البوطون اللي سميتو ريفريش ما يبان الا في حاله انه المصفوفه ديالنا خاويه باش انه يجي لها ريفريش، واضح الدار؟ مزيان. يعني هنا شنو غادي نقولو ليه، غادي نقول ليه انه في حالة نجيب بحال هكا، في حالة انه الداتا دوت لينكد مثلا بحال هكا، غادي نقول ليه شنو غترجع ليا، ولا غادي نجيو العكس نديرو هنايا نوت، غادي نقول هنايا مثلا نوت، وغادي نجيو بحال هكا مزيان، في حالة انه غادي يرجع ليا هنايا نال مزيان. دابا حنايا كنلاحظوا انه ما عندناش البوطون اللي سميتو ريفريش، يعني غادي نقول هنا ديريت 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 مزيان، عندهم البوطون اللي سميتو ريفريش. دابا شنو بغينا، بغينا انه البوطون اللي سميتو كلير ايتيمز انه يغبر، يعني غادي نمشيو معاه بنفس اللوجيك، غادي نمشيو هنايا بحال هكا، غادي نجيو هنايا جوج ديال المزدوجات، غادي نقول انه في حالة انه الداتا دوت لينكد، يعني كاين عناصر في المصفوفة اللي سميتها داتا غتبان، في حالة انه ما كاينش عناصر غتقول لي هنايا نال. واجي هنا نشوفو، غادي نقول هنا كلير ايتيمز، غنلاحظوا هنا انه البوطون اللي سميتو كلير ايتيمز انه غبر، وهنا غادي نقول هنا ريفريش كنلاحظوا انه بان عندنا العناصر، وهنا كاين البوطون اللي سميتو كلير ايتيمز، ولكن البوطون اللي سميتو ريفريش انه غبر، يعني واضح؟ ليك ما كاينش حاجة غامضة في هادشي اللي قلنا كاع. يعني بالنسبه للمثال الاول اللي معانا في اليوز ستيت صافي سالينا، دابا ندوزو للمثال الثاني، يعني بالنسبه للمثال ديال ليست سالينا معاه. هنا نشوف الخاطر، نحيدو هادشي مثلا بحال هكا باش ما نضيعو والو. بالنسبه للفانكشن نجيو ليها كومنت، هنايا مزيان. دابا بالنسبه للمثال الثاني غادي نقول مثلا هنايا شو، وغادي نقول هنايا سيت شو، بالنسبه للديفولت فاليو غادي يكون بوليان، يعني غادي نقول هنايا مثلا فولس، هنايا مثلا تخيلوا معايا انه اجي نبداو من الفوق، هنايا مثلا تخيلوا معايا انه مثلا واحد الباراغراف، اجي باراغراف واضح،
وغادي نقول لي انه مثلا واحد اللوري، نقول لي مثلا واحد اللوري ديال 80 كلمه مثلا، ولا نشوف كاع نكبروا اكثر، نقول لي مثلا 22 كلمه. دابا شنو هو السيناريو اللي بغيت؟ رجع تاني واحد سبان، تولي واحد سبان كلمة تانية شو لس. علاش انا الضابط محسن؟ دابا شنو بغيت نقول لي؟ بغيت نقول لي انه مثلا اذا ضغط اليوزر على الضابط اللي سميتو شو لس، انه مثلا يشوف مثلا واحد شحال قلنا حنايا، يعني قلنا 100 وشي حاجة، يشوف مثلا 60 كلمة بحال هكا، 60 كلمة، وأنه يكون ثلاث نقط بحال هكا، في حالة أنه مثلا يوزر أنه ضغط مثلا شو مور، أنه تبان ليه الباراجراف ديالنا كامل. يعني واضح شنو بغيت نجاوب؟ مزيان. يعني دابا كيفاش غادي نجيو هاد البلان؟ غادي نمشيو بحال هكا، عندنا حنايا هاد الباراجراف هادي، هاد الباراغراف كاين جوج بلانات، يا اما تجي لهنايا ديريكت وتبدا تكتب كيما كنكتبو حنايا في الجافا سكريبت، تجي بحال هكا وتقول لي بحال هكا هنايا، وتجي لهنايا الدولار ساين وتداك فاريبل، وانك تتعامل معاها بالبروبس. يا اما تجي لهنايا بحال هكا وتحيدها من هنا وتحطها هنايا مثلا في فاريبل، غادي نقول مثلا هنايا كونس، ولا اش كنخرجها لبرا كاع، غنقول مثلا هنايا كونس الباراغراف ديالنا. يعني تخيل معايا ان هاد الباراغراف هادي كاينه مثلا في فصل الاوبجيكت، وانها خاصيه من بين الاوبجيكت. واضح شنو نقصد؟ يعني مثلا عندنا بزاف ديال الاوبجيكتات، وكل مثلا عندنا بزاف ديال المقالات، وكل مقال مثلا يعني كل مقال فيه واحد الخاصيه اللي سميتها مثلا ديسكريبشن، وهذا هو الديسكريبشن ديالنا. نجيب حركه، واضح؟ اللي ما فهمش حاجه يقولها لي. نعم اخويا خالد، ايه باش نقصد زعما انه عندنا مثلا واحد الاراي، وعندنا فيه واحد الاوبجيكتات، ودابا كل اوبجيكت مثلا فيه مثلا التايتل ديال المقال ديالنا، زائد انه مثلا هنا الديسكريبشن. يعني تخيلوا بحال هكا، حنا بغينا نشوفوا الفكره كيفاش. هنا يعني شنو غادي نقول لي؟ انني غادي نمشي لهنا، الباراغراف ديالنا عبارة عن اش؟ عبارة عن سترينغ. وهنا شنو عندنا؟ عندنا هاد الشواجي القيمة ديالها هي فولس. يعني هنايا أول حاجة مثلا غادي نقول ليه بحال هكا، في حالة أنه مثلا القيمة ديال الشو شنو؟ كتساوي ترو. مزيان، هنايا يعني غادي نقول ليه غتبين ليا شو ليس فولس، غتقول ليه هنايا شو مور. هنايا قال لي شو مور، حيتاش دابا القيمة ديال الشو فولس. غادي نجي هنايا غادي نقول ليه أنه الشو ترو. هنايا شنو غنقول ليه؟ غنقول ليه أنه الباراغراف ديالنا شنو غتجي ليها؟ غتقول ليه هنايا سلايس. مزيان، غنقول ليه مثلا تقطع عليه وغتحول عليه مثلا 80 كلمة باركة، وأجي نجمعوها يجي كاملة فسميتو، أجي نجي لها مثلا كونكاتيني زائد 3 نقط. وهنايا جوج ديال النقط غادي نقول ليه في أن في حالة أنها مثلا في حالة أنه مثلا ولات ترو، يعني غتبين ليا الباراغراف كامل. مزيان، نقول لي مثلا شو مور لا يربي، يعني شو باراغراف دوت سلايس. لاحظوا أنه ما قطعش، علاش؟ نقول لي مثلا يعني شو باراغراف باراغراف دوت سلايس 0 40 كلمة مثلا. لا يا ربي، في حالة انه مثلا فولس انا اجي غلط. مزيان مزيان، حياتك 120. يعني بما انه اجوج ما خربقكم، نجيب بحال هكا نهزو هادي ونقلبوهم. نتو هنا في حالة انها مثلا ترو، غتبين لي الباراغراف كامل اللي قلنا انه غتبين لي شو ليس، وهنايا فوس غتبين لي هادشي،
واجي نقول لي مثلا ضبط، وانا ده في حاله انه غادي نقول يعني اون كليك كما تعلم ديك سابجيكت تاع الطاقل، شنو غادير؟ انك غتشد ليا القيمه ديال الشو وتقول يعني نوت شو، واجي نشوف يعني شنو غادي يوقع، واش وصلنا للفكره ولا لا. مزيان شو ليس يعني واضح. مزيان نايس. بالنسبة للفكرة الثانية سالينا معها هي تاع الباراغراف، نمشيو لهنايا ونحيدو هاجي. دابا نشوفو نقول مثلا دابا باش نمشيو للكومنتر، نقول مثلا هنا سيت كومنتر، وغادي نقول انه القيمة ديفولت ديالو اللي هي صفر، وغادي نجي هنا مثلا نقول هنا اتش وان، وغادي نقول هنا كومنتر، هنا صفر، غادي نجي هنا ثلاثة بوتونز، غادي نقول مثلا الاول انكريمنت، والثاني ديكريمنت، والثالث ريسيت. هنا يجي كريمنت زين، عندي ثلاثة ديال الفانكشنز مثلا، غادي نقول مثلا هنا انكريمنت هاكا، نقول مثلا هنا كونست ريسيت، وغادي نقول مثلا هنا كونست مثلا ديكريمنت. مزيان بالنسبه للريسيت ساهله، غتشد ليا سيت كاونتر وغترد ليا صفر. انا نقول لي مثلا اون كليك، انا يجي باينه اون كليك يصير بحال هكا، وانا نقول لي مثلا هنايا ولا خدم لي الريسيت ديريكت، انا ما غاديش مره بال. اجي نقول لي مثلا هنايا كيساوي 10، نقول لي مثلا الريسيت هو الدنيا صفر. دابا حنايا في الديكريمنت والانكريمنت بغينا انه ما يفوتش واحد الحد، يعني شنو كنقصد؟ دابا مثلا انه مثلا يبقى غاجي مثلا حدو 10، مثلا تخيل معايا انك مثلا تبيع واحد البرودوي معين وعندك مثلا 10 الايتيمز، يعني في حالة انه اليوزر مثلا وصل 10 انه مثلا ما يبقاش يزيد، واضح؟ ولا انه مثلا فاش وصل 10 مثلا انه يقول لي مثلا واحد الاليرت، يقول لي صافي هذا هو الحد ديالك. في حالة انه مثلا ما وصلش 10 انه يبقى يزيد مثلا 5 6 7 8 9 10 10 هنايا وقف. في حالة انه مثلا في الديكريمنت انه اذا وصل مثلا زيرو ما عندوش الحق انه ينقص، مثلا ينقص على ناقص واحد، وما نقولوا كاع مثلا حنا في الديكريمنت بغيتو انه على الاقل يكون الايتمز ديفولت ديالو هو واحد، يعني ما يوصلش زيرو. يعني اجي نجيو هنا احتمال شي نبين شي نقولوا من الخاطر. دابا حنا بغينا انه اليوزر مثلا يكون حدو واحد في الديكريمنت، يعني ما يكون هابط. فاش يكون طالع مثلا انه يكون حدو مثلا 10، فاش يجي الريسيت مثلا انه الريسيت انه يرد صفر، واضح؟ خويا فينيكس باور واضح؟ مزيان يعني هنا يمشي هو الاول مع ديكريمنت، قلنا انه ديفولت فاليو ديالنا هي واحد. مزيان وغادي نمشيو هنا مثلا نقول مثلا هنا السيت نيم، نيم لا هو السيت شارب بمشي النيم سيت كاونتر. هنا بالنسبة غادي نشوف هنا كونديشن اللي هو اش، غادي نقول انه النيم اصغر او يساوي واحد، شنو غادير؟ غترجع ليه مثلا هنا يجي مثلا نسى، غترجع ليه مثلا واحد. في حالة انه مثلا ما صغرش او لا كيساوي واحد، شنو غادير؟ انا غتشد ليه النيم وغتزيد ليه بواحد، زائد يساوي مثلا انا زائد واحد. هنا يمشي مثلا لا يا ربي ناقص هنايا، ديكريمنت هذا يا ربي سمح لي ياك ناقص. نمشيو دابا نجربوا عليه، نقول مثلا ديكريمنت هادو كما كتلاحظوا انه
اه يا ربي ماشي النيم كاونتر. انا اللي مدوخ سمح لي، وقع ما ربط الفانكشن بسميته. هنا نقول متى اون كليك كريم. دابا شنو نشوفو هنا واش غادي يجي الاكس؟ انا نتسناو يجي السيف مزيان. هادو ما ملي كنلاحظو انا فاش كنضغط على ديكريمنت انه ما كيهبطش، يعني حد واحد. اجي نقول مثلا هنا 8 نجربو، نقول مثلا هنا ديكريمنت هادو 7 6 5 4 3 2 1 مزيان، يعني واضح. يعني شنو قلت هنا؟ قلت كونتر اصغر يساوي، يعني انه مثلا كيساوي صفر ما تقبلهاش، ولا كيساوي مثلا واحد ما تقبلهاش حتى هي، وعوض ليه القيمه ديالو بواحد مزيان. هنا بالنسبه للانكريمنت، هنا بالنسبه للانكريمنت صافي اخويا طلع فاسك. انا دابا انا وياك خارج انا نخربوها عليا. الله الله سير. اوكي قلنا هنايا مثلا عندنا انكريمن، نقول هنايا السيت كاونتر. دابا حنا شنو بغينا؟ انه الكاونتر الا كان كبر او يساوي من 10 شنو غادي يجي؟ غادي يعوض عليه مثلا ب 10. في حالة العكس مثلا، يا ربي غادي يجي مثلا نساوها. في حالة انه مثلا هنايا العكس شنو غادي يجي؟ انه غادي يشد النمبر وغادي يقول ليه بلاس 1. واجي نشوف شنو غادي يدير هنايا. هنايا ما ربطش تاني الفانكشن مزيان. نقول لي مثلا هنايا اون كليك، نعم ايه نسيتها تاني مزيان. يعني انكريمنت اوكي، نقول هنايا نمبر از نوت ديفايند. والله انا مدوخ اليوم كاونتر. اجي نقول لي مثلا انكريمنت تساوي 10، انتم انت كما كتلاحظ انه ما كيزيدش على 10. نقول لي هنايا كون زيد 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 انت هنايا مزيان. هنايا ريسيت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنايا الا فات ليزر 10 ما تيتزادش. هنايا مزيان هكا، وهنايا ريسيت. حتى الريسيت انا نقول مثلا حول عليا لواحد، يعني ما نقبلش قل من واحد. ونمشيو هنايا مثلا ديفولت فاليو ديالها اللي هي واحد. هنايا انكريمنت مزيان، وهنايا ديكريمنت، ونيو ريسيت. واضح خويا سميتو مزيان. مزيان. دابا علاش درنا هاد البلان هادا؟ اجي نشوفو علاش درنا هاد البلان. مزيان، اجي نمشيو بنفس اللوجيك واجي نكريو سلايدر. يعني شو كنقصد انني غادي نكريو سلايدر؟ غادي نمشيو هنايا مثلا فين هي ديك تاعي ديك الساعة. هنايا مثلا غادي نش هنايا مثلا كونست، وغادي نسميها مثلا بلايرز مثلا حركة. وغادي نقول مثلا انه هاد البلايرز عبارة عن اراي، وغادي نقول انا عبارة عن اوبجيكت. وغادي نقول هنايا واحد مثلا نيم مثلا احمد، ونقول مثلا انه الايدج ديالو مثلا 25، وانا نقول مثلا هو اكتيف. نقول مثلا هي ترو، ونمشي بحال هكا. وغادي نشد ننسخ هاد الاوبجيكت هذا، ونكري بزاف تاع الاوبجيكتات هنايا. نكريو مثلا جوج مزيان جوج، باش نفهمو شنو هي الاهمية ديال الكاونتر. ثلاثة أربعة، ونقول مثلا هذا سميتو عماد. هنايا مثلا 20، ونقول مثلا هنايا فولس يعني ماشي اكشيف. ونمشيو هنايا مثلا 25 احمد، هنايا احمد، هنايا مثلا نسميو امين، وهنايا نسميو محمد مثلا بحال هكا. ونقول مثلا هذا 30 مثلا مزيان. لحد الان مزيان اخويا سميتك اخويا خالد مزيان. مزيان اوكي. دابا حنايا غادي نحيدو كلشي، هادشي غادي نحيدو صافي. هادشي فهمتي؟ لا ما نمسحوها كاع، غادي نديرو هيكا نديرو هيكا مزيان. دابا حنا شنو غادي نديرو؟ غادي نشوف اول مصفوفه كاونتر از نوت ديفاين. مزيان، غادي نديرو هادشي كامل بحال هكا. هنايا غادي نشوف حنايا اول مصفوفه اللي هي اش غادي نخزنو فيها اسميتو، غادي نخزنو فيها اللعابه. يعني غادي نقولي مثلا هنايا كونست بحال هكا، وغادي نقولي انه مثلا
ما اسمها مثلا ماي بلايرز مثلا حركة ونقول تيست ماي بلايرز ونقول يساوي يوز ستيت وغادي نقول لي غتخزن لها مثلا هاد المصفوفات مزيان مزيان يا خويا. هنا شنو غادي نقول لي شنو قلنا ديك الساعه اننا نقدروا هنا نجيو جي ستراكتورينغ، يعني دابا كاع داكشي اللي قلنا حنا في هاد اللايف غادي نبداو نجمعوه. غادي نقول هنايا كونست وغادي نقول بحال هكا يساوي اش يساوي بلايرز، بلايرز عباره عن اش، عباره عن مصفوفه فصل منها واحد المجموعه تاع الاوبجيكتات. انا غادي نقول لي جيب لي الاوبجيكت رقم واحد وغادي نقول لي هنايا مثلا انه الاوبجيكت رقم واحد يتكون من الاي جي وكيتكون من نيم وكيتكون من الايدج وكيتكون واش من الاكشيف ولا لا. وغادي نمشيو هنايا بالخاطر وغادي نبدا ننشئ. غادي نقول لي انا عندي واحد ديف وفي وسط منها الاتش 1 غادي نحط فيها النيم. قول لي واحد الاتش 1 ونقول لي مثلا هنايا النيم مزيان احمد. وغادي نقول لي عندي مثلا واحد الباراجراف مثلا ونقول لي مثلا واحد الاتش 3 غادي نقول هاد اتش تي تحط فيها مثلا الايدج زائد قلنا انه عندنا واش اركشيف ولا لا. نقول مثلا اتش 4 واش اكتيف ولا لا، يعني اكتيف اذا كان ترو تحط لي مثلا اكتيف، يعني شي صافي لا تنعرفوه انا اكتيف. اذا كان نواب تقول يعني مثلا ديز اكتيف مثلا ديز اكتيف مزيان. باش نمشيو للفايج ديال السي اس اس نقادو شي حاجة. شنو هي الفايج ديال السي اس اس؟ كنلاحظو انهم اطري على اطري على كلشي اللي كاين في الباجي. مزيان نقول مثلا هنا كلاس كلاس نيم، نقول مثلا واحد البوكس نلعبو شوية في السي اس اس ويعني بوكس. نقول انه مثلا بودر وان بيكس سوليد ريد باش كنشوف واش غادي يشد ولا لا. كنلاحظو انه السي اس اس متتأبليكاش. علاش؟ امبورت ستايل دوت سي اس اس مزيان. نقول لي مثلا هنا واحد الباجينغ ديال 10 بيكسل مزيان. نجي هنا مثلا مارجن 0 باجينغ 0 لحد الان مزيان خليها هيك. دابا حنا شنو بغينا؟ غادي نشأو هنايا مثلا واحد البوطون هذا سميتو مثلا previous وغادي نشأو هنايا واحد البوطون مثلا هذا surprise 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 مثلا كنت كتبها surprise هكا وقيلا surprise. غادي نشأو مثلا هنايا نقولي مثلا next. دابا حنا شنو بغينا اخويا؟ انه مثلا فاش نضغط مثلا هاد البوطون هذا انه يعطيني نيكست بلاير، وانه فاش نضغط على بريفيوس انه يعطيني البريف، وانه فاش نضغط على سوبريز انه يجيب لي واحد البلاير من عنده. يعني واضح شنو بغينا. خويا كتسمعني؟ مزيان. دابا حنا الا قلنا لي هنا مثلا جيب لي واحد، نشوف شنو عاوتاني يرد لي امين. إذا قلنا مثلا هي جوج عماد مزيان. يعني شنو غادي نديرو؟ أننا غادي نمشيو لهنايا غادي نشأو مثلا واحد ستيت. هاني هاد ماي بلاير ما عاد كاع ضغطت على بلاير مزيان فين مزيان. ديستراكتورينغ ميسينغ هنا. يعني غادي نشأو واحد ستيت غادي نقول ليه السمية ديال الاندكس وغادي نقول هنايا ستيت اندكس وغادي نقول ليه يساوي اش يساوي واحد اليوز ستيت وغادي نقول لي انه الديفولت فاليو ديالها هو صفر.
هنايا بلاصة الاندكس اللي كنمرروا هنايا غادي نمرروا فيه ستيت اللي سميتها اندكس. انا جاي اول حاجه الا مشينا عند هذا الاندكس هذا وحولناه مثلا من زيرو لواحد، لاحظوا انه غادي يجيب ليا العنصر اللي عنده الاندكس رقم واحد اللي عنده اللي عندي في المصفوفه. انا غادي نمشي هنا غادي نقول هنا الزيرو، وغادي نمشي هنا نبدا ننشئ الفانكشنز. اول فانكشن مثلا اللي هي البريف مثلا، وغادي نجيب بحال هكا. تاني فانكشن اللي هي مثلا كونست نيكست، وتالت فانكشن اللي هي كونست مثلا نقول مثلا ديك سربرايز نقول مثلا يساوي سربرايز مع تقدر تكتب ولا لا، المهم ماشي مشكل. دابا حنا شنو هي الحاجه اللي بغينا نبقاو ناطرو فيها، هو انه يبغى تجيب لينا اللي تابع ولا اللي قبل، هي اش هي الاندكس. يعني هنا شنو غادي نقولوا له، غادي نمشي بحال هكا هنايا وغادي نقول له انك غتشد لي مثلا في النكس مثلا غتقول لي مثلا السيت اندكس، وغتقول لها تشد ليها الاندكس وغتزيد عليه واحد، وغادي يمشي هنايا مثلا نيكست اون كليك، وغادي نقول مثلا هنايا نيكست، واجي نربطو الفانكشنز ديالنا كاملين بحال هكا هنايا هنايا سبرايز مشي هنايا البريفيوس، غادي نقول هنايا مثلا بريف، وغادي نقول هنايا مثلا سبرايز بحال هكا هاجي. دابا حنا شنو غادي نلاحظو، غادي نضغط هنا مثلا النكست غادي يجيب لي النكست نكست نكست، ولكن ما عندوش حد. دابا غادي يبقى غادي تعيشني ايرور، غادي يقول لي بلي العنصر اللي نتايا طلبتي ليه هو شحال. دابا قلنا هنا شحال العنصر عندنا هنايا، بيكون في الاول زيرو غادي يكون زيرو، غادي يزيد ليه واحد هنا، غادي يزيد ليه تاني جوج، غادي يزيد ليه ثلاثة، هنا فاش غادي يزيد أربعة غادي يقول لك أنه العنصر اللي عنده الاندكس رقم أربعة ما عنديش أنايا في هاد المصطفى اللي سميتها بلايرز. واضح خويا؟ واضح؟ واضح. زعما ايه دابا حنا شنو غادي نقولوا ليه هنا، خصنا نبقاو نحبسوه، يعني نحبسوه عند واحد الرينج معين. غادي نمشي نعمل بحال هكا، شوف دابا النكست غادي نقولوا ليه انه في حاله انه الاندكس مثلا، دابا حنا شنو بغينا انه فاش يوصل عند اخر واحد مثلا اخر واحد هو 4، انه فاش يوصل عند اخر واحد يجيب لي اول واحد، يعني يجيب لي زيرو. وشنو بغينا ثاني انه فاش يوصل عند الرقم زيرو يعني اخر واحد، انه يجيب لي مثلا اول واحد. واضح؟ يعني دابا مثلا فاش يوصل عند 4 يجيب لي العنصر اللي عنده الاندكس رقم 0، فاش يوصل عند الاندكس رقم 0 يجيب لي يعني اخر واحد اللي هو الاندكس اللي عنده رقم 4. مزيان؟ يعني شنو غادي نقولوا له بالخاطر، نقول له مثلا انه الاندكس ديالنا يعني الاندكس مالو غادي نقول له الا كان كبر او يساوي، نقول له مثلا بلايرز لا ماي بلايرز هاكا ماي بلايرز دوت لينكت ناقص واحد. يعني شنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني انه مثلا في الاول مشى بزيرو، مثلا نقولوا حنايا ان المصفوفه ديالنا الطول ديالها هو 5، مشى جوج هاكا 3 4 5. يعني شنو غادي يلاحظ؟ غادي يلاحظ انه 5 كتساوي اش؟ كتساوي الطول ديالاش ديال المصفوفه، ولكن حنا شنو قلنا ليه؟ قلنا ليه ناقص واحد. يعني شنو كيعني هذا الشيء؟ كيعني هذا الشيء كالتالي، يعني مثلا زيرو واحد جوج ثلاثة أربعة، يعني إلا رقمنا تاني باللينكد يعني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، يعني هذا هو العنصر اللي عنده الاندكس رقم 4 اللي كيتعطاو باللينكد، هو العنصر اللي عنده الرقم 5. يعني هنا شنو غادي نبقاو نديرو حنا؟ غادي نقول ليه زيرو. هو دابا الكاونتر، دابا هذا الاحمر هذا هو الكاونتر. يعني غادي نقول ليه مثلا هنايا زيرو بالخاطر واحد مزيان جوج ثلاثة، حنا قلنا نشد الطول ديال المصفوفة اللي هو 5 ونقص منه واحد اللي هو يساوي 4. دابا هو غادي يوصل عند آخر واحد اللي هو 4، أش غادي نلاحظ؟ غادي نلاحظ أنه هاد 4 هادي كتساوي هاد 4. يعني هنا شنو بغينا يجي؟ أنه الإندكس ديالنا يعوضو بالقيمة رقم زيرو باش يمشي تاني لأول واحد. واضح خويا شنايدر؟ واضح خويا باور؟ خايد واضح؟ واضح فهمتيني ما تينيش قطعنا. صافي، المهم انا ما فهمتش شحال نقولها اليوم. اجي نقول ثاني هنا في حال مزيان، اجي نقول هنا شنو غدير؟ انك غتعوض ليا بزيرو. ما سميتو ما كيساوي ما كبر منه، شنو غدير ليا؟ يا ربي جي مثلا نسى هنا، اجي
غادي نقول ليه هنايا زيرو، في حال انه مكبر منه ما كيساوي شنو غتجي ليه؟ غنمشي عاجل، نمشي هنا للاندكس وغنقول هنايا بلاس بلاس، واجي نشوف هنايا شنو غادي يوقع. غادي نقول هنايا نيكست مزيان، هنايا قال لك اسايمون ذا كونستانت فاريبل. اه يا ربي هنايا فين الاندكس زائد واحد؟ اه مزيان، باش نعاودو من الاول. هنايا هو الاول اللي هو زيرو، مزيان نمشيو بالخاطر، يلا مزيان. ها هو الثاني اللي هو واحد، حنايا قلنا انه المصفوفة ديالنا شحال فيها من عنصر، نمشيو هنا بالخاطر، العنصر ديالنا زيرو واحد جوج ثلاثة، مزيان. ها هو جوج، مزيان ثلاثة، جوج ثلاثة. قلنا حنايا شكون هو اول واحد؟ هو احمد. يعني دابا خصني فاش نضغط على النكس انه يرجع ليا احمد. بسم الله مزيان. ها انتم واضح؟ اه واضح. مزيان دابا البريف، مزيان شوف دابا البريف. البريف العكس، اجي نقول هنا السيت اندكس، وغادي نقول ليه انه اذا كان الاندكس العكس هاد المره صغر او يساوي زيرو، حنا كنعرفوا انه الاندكس كيبدا من زيرو، يعني صغر او يساوي من زيرو. هنا شنو غدير؟ انك غتجيب ليا هنايا اخر واحد اللي هو هذا اللي هو محمد، اللي عنده الايدي رقم 4، يعني اللي عنده الاندكس رقم 3. حنا كيفاش غادي نديرو باش نوصلو لاخر واحد؟ غادي نقول ليه ماي هنايا بلايرز، وغادي نقول هنايا دوت لينكد، وغادي نقول ليه ناقص واحد. هادي شنو غادي انا غترجع لي نمبر اللي هو شحال؟ اللي هو الاخر عنصر. وهنا شنو غادي ندير؟ انا نقول ليه في حاله انه هادشي كامل ما طاري فيه والو، غادي نقول ليه انك تشد ليا الاندكس ونقص منه واحد. دابا اجي نجربو وبشويه يعني نو اقول هنا يعني مثلا بريفيوس، مزيان. دابا انا كاين في اول واحد، نمشي بحال هكا انتوما هنايا، ومزيان مزيان مزيان مزيان. احمد هو اول واحد، دابا بريفيس غادي يجيب لي اخر واحد اللي هو محمد، حيت قلنا هادي كترجع علينا نمبر اللي هو قلنا انها غترجع لك الاندكس رقم 3. واضح؟ ده واضح واضح خويا. مزيان. دابا لقينا السبرايز، هي هادي زعما مفاجأة، انك تضغط هو تيجيب لك العنصر من عنده. اجي ساهله بزاف هو اننا غادي نمشيو لهنايا مثلا. اه مزيان اخويا شنايدر. انا اش غادي ندير دابا؟ اننا غادي نمشيو لهنايا. دابا حنايا شنو كنعرفو؟ كنعرفو انه عندنا واحد الحاجه سميتها مات دوت راوند، وكنعرفو انه الرينج ديالها يعني المات دوت راوند هو انه كتجيب لك كل مره رقم ما مشابهش الرقم اللي جاب لك في المره الفايته، وكنعرفو حنايا انه الرينج ديالو من زيرو لواحد. وقلنا انه المات دوت راوند باش انك تعاود تجي ليه واحد الرينج كيف ما بغيتي نتايا، كتقول ليه هنايا مات بحال هكا مات دوت راوند، وكتقول ليه بحال هكا مضروب في واحد اللينكد. في الغالب هاد اللينكد هذا تيكون هو الطول ديال المصفوفة ديالنا. يعني قلت لي مثلا المات دوت راوند مضروب في خمسة، غادي يولي الرينج ديال المات دوت راوند ديالنا هو من زيرو حتى لخمسة. يعني غادي يبقى انه تيجيب لك رقم عشوائي سميتو اعتمادا على الرينج اللي انت عشيتيه اللي هو من 0 ل 5، مثلا 0 فاصله شي حاجه، 1 فاصله شي حاجه، ولكن عمره غادي يوصل 5، يعني ديما غادي يبقى مثلا في 4 فاصله شي حاجه، وعمره غادي يوصل 0. واضح؟ وديما انه تيجيب لك نمبر ديسيمال، يعني ديما تيجيب لك انه فلوت، يعني تيجيب لك رقم عشاري. باش اننا نحول هذا الرقم عشاري اللي كيرجعوا لينا هذا المات دوت راوند، انه كندخل في وسط الميثود اللي سميتها هذه كاينه في المات اللي سميتها المات دوت فلور. يعني شنو هو الضوء ديال المات دوت فلور؟ اجي نشرحها بشويه. نمشيو هنايا بالخاطر نجيب بحال هكا المات دوت فلور. بالنسبه شنو هي الفلور؟ هي الارضيه يعني لتحت. يعني مثلا يعني عندك انت واحد فاصله خمسه، واحد فاصله خمسه باش انك تحولها لواحد، تقول هنايا مات دوت فلور، يعني سير جيمال لتحت. وغادي نقول بحال هكا واحد فاصله خمسه، وغادي نقول بحال هكا. انتم راكم كتلاحظوا انه تيرجع لي هنايا واحد. هنا بالنسبة لك مثلا واحد فاصلة تسعود، ديما غادي يرجعو لأصغر رقم اللي هو واحد.
إذا قلت لي هنايا مثلا 1.5 يعني في الوسط، هنايا ديما غادي يمشي للتحت، واضح؟ إذا قلت لي مثلا هنايا 4.5، علاش غادي نحتاجو لهذا البلان؟ حيتاش حنايا كنعرفو أنه في الجافا سكريبت ما تيفهمش هو شنو هو الإندكس 0.4، إلا كيعرف الإندكس اللي هو 0. يعني تقول لي أنه في حالة هاد المات دوت راوند رجع لينا قيمة فيها 0.4، غتحيد لي هادشي اللي كاين مور الفاصلة وغتخلي ليها 0 باش يفهمني اشنو العنصر بغيت. في حالة انه مثلا رجع 1.5، شنو غادي تجي المات فلور انها غتردو هنايا 1، وبك جافا سكريبت غادي تفهمك اين عنصر بغيتي نتايا من المصفوفات ديالك. واضح خويا شنايدر؟ واضح خويا بابا؟ خويا باور واضح؟ خالد مزيان. غادي نمشيو هنايا مثلا، يعني دابا شنو هو البلان اللي بغينا نديرو دابا حنايا؟ هو كالتالي، غادي نقول هنايا الماط دوت فلور، وغادي نقول ليه بحال هكا، وغادي نقول ليه انه الماط دوت راندوم، وقلنا اننا غادي نعطيه واحد الطول جديد، يعني غادي نضربوه مثلا في 5. هادو هنايا كما كتلاحظوا انه كل مرة غادي يرجع لي نمبر مختلف. هنايا 4، نمشيو هنايا مثلا هنايا 3، غادي يبقى هكا هنايا 4 مرة 3 مرة 0، يعني بحال هادشي اللي بغينا حنايا، أنه مثلا العنصر اللي غادي يعرض لينا أنه هو اللي اختاره. يعني غادي يمشي لهنايا مثلا، غادي نقول هنايا كونس، وغادي نقول هنايا مثلا كونس، وغادي نقول أنه هنايا مثلا اندكس، هذا هو الاندكس ديالنا. غادي نقول أنه المات دوت فلور، وغادي نقول هنايا المات دوت راندوم، بحال هكا راندوم. وغادي نقول لي غتضربوا ليا في اش؟ غتضربوا ليا في الطول ديال المصفوفه، يعني دوت لينكت. يعني شنو غادي دير؟ انك غترجع لي يعني واحد الاندكس، غتبوشي ليا في ستيت اللي سميتها اندكس، بحال هكا. واجي نشوفوا دابا شنو غادي يعطينا. غادي نضغطو مثلا هنايا، نضغط هنايا مثلا على سبرايز، هادوما هنايا كل مره كيرجع ليا واحد هو من عنده. هنايا مثلا كتلاحظوا هنايا انه كل مره تيرجع لي واحد من عنده، ولكن تاني هنايا النكس غادي يبقى غادي بالترتيب. هنايا تلاحظوا انه ما عندنا حتى شي ايرور، فاش يوصل لاخر واحد تجيب لي اول واحد، وهنايا فاش كيوصل لاول واحد كيجيب لي اخر واحد، وهكا بنينا السلايدر ديالنا. واضح؟ خويا خالد معايا؟ معاك خويا، ما كتسمعنيش المرة الأولى واقيلا فاش كندو. دابا والله سمعتك من فوق. واضح؟ مزيان. اذا كاين شي حاجه غريبه ليش؟ لا لا صافي مزيان. ليه بعد؟ ليه؟ الله يعطيك الصحة. انا دور البلان ديال كيفاش انك تبني سلايدر مثلا في سميت في الرياكت. دابا نشوفوا اخر حاجه اللي هي معنا، اللي هي سؤال تاع الانترفيو مثلا. انا نوريك واحد البلان. بالنسبة للهادشي اللي كتبنا اليوم نقدر نخليه في اللينك في اللايف ان شاء الله الى حطيتو، واش ما يتجلاش. نوري لكم حركو، نمشي هنايا مثلا هاد اللعيبات كلشي بين غبرهم دابا. دابا نهضر على سميتو، نمشي هنايا مثلا غادي نقول هنايا كونس، وغادي نقول بحال هكا، غادي نخدم دايما بالبلان ديال الكاونتر، ونقول مثلا سيت كاونتر. الفكرة ديال الكاونتر اللي عرفتي انك كيفاش انك كتبنيها غتجي بيها بزاف ديال الافكار. غتجي هنا يوز ستيت مثلا، ونقول بعدا حنايا دابا زيرو. دابا حنا بغينا واحد الفانكشن انها تجي لنا انكريمنت، وغادي نقول مثلا يساوي اشنو هو الضوء ديالها، هو انها غتشد ليا هاد ستيت كاونتر، وانك غتقول لي مثلا كاونتر بلاس وان. وهاد الكاونتر مثلا بينا بطل مثلا بواحد البوطون معين كيف ما كان. غادي نقول مثلا هنايا بوطون، وغادي نقول اون كليك يساوي مثلا انك، ونقول مثلا هنايا انكريمنت. بالنسبة لهادشي اللي غادي نقول دابا هو عبارة عن معلومات خصك ضروري تكون عارفهم. اللي غادي نقول مثلا هنايا كونسول، و تيسول حتى في الانترفيو هاد السؤال كونتر مثلا، نقول مثلا هنايا كونتر. هنايا تيجي عندك انت مثلا تيقول لك بحال هكا، تيقول لك انا غادي نضغط على انكريمنت. مزيان. جي بعدا هنايا نطبع هاد الكونتر هادا كاونتر بحال هكا، تيقول لك انا كنضغط على كاونتر بحال هكا. مزيان. هنايا تيقول لك انه عندنا في الكونسول هنايا 0 1 2، يعني اخر قيمة ديال الكاونتر اللي هي 2، وهنايا عندي في السكرين 3. هنايا تيقول لك علاش؟ هنايا تيعرفك انت واش فاهم الرياكت ولا لا. انتوما هنايا كما كتلاحظوا انني فاش كنضغط على انكريمنت
هنايا تعطيني القيمة، هنايا القيمة اللي قبل يعني البريفيوس ستيت، وهنايا كيعطيني الكارنت ستيت. يعني هنايا إذا سولك شي واحد مثلا دبلان كيفاش تيطرا، قول لي أنه ست كاونتر هي عبارة عن أسايكونس فانكشن. يعني هنايا فاش يوصل هو لهنا، أنه هنا شنو كيطرا، أنه تيسكيبي هنايا وتمشي تنفذ هذا الكونس دوت لوك، عاد ديك الساعه كيدخل الكول كيو، عاد ديك الساعه كيرجع واش انه يتنفذ. يعني شنو الحاجه من هادشي كامل اللي قلت، هو انه السيت كاونتر هي عباره عن سايكونس فانكشن. واضح خويا سميتو شنايدر؟ واضح خويا سميتو خالد؟ حيتاش علاش كنلاحظو هنايا عندي 8 وهنا عندي 7، ولكن مشيتي لهنايا بحال هكا. انا مشينا لبرا تاع هنايا وقلت ليه بعدا كونسول دوت لوك، وقلت ليه مثلا هي كاونتر، هنا لاحظوا انه تعطينا نفس القيمه. هنا لاحظوا انه مع تيطرا ري ريندر، انتم هنا تقول مثلا هاجي هي الكارنت، هاجي الكارنت وهاجي البريف، وهاجي نجيب بحال هكا ونشوف شنو غادي يعطينا. هنا الكاونت زيرو، مزيان. هنا شنو عندنا؟ البريف زيرو ولكن الكاونت واحد. نمشي بحال هكا هانتوما هنايا، يعني تجي مال البريف كتلقى ناقصة بواحد، يعني كيعطيك الحالة السابقة. حيتاش شكون هي الأولى كتنفذ؟ كتنفذ هاجي، هاديك الساعة كيرجع لهاجي وتبدا ينفذها، هاديك الساعة كيجي الريندر كيعاود يقراها بالقيمة الجديدة ديالها، وهي تيقول لك أنه الكارونت ديالها هو 3. واضح؟ مزيان. يعني شنو قلنا هنايا؟ قلنا انه سيت ستيت عبارة عن اش، هنا عبارة عن اساين كرونوس، شوري بالخطأ، اساين كرونوس فانكشن. داكشي علاش هنا كنلاحظو انه كيعشان البريف ستيت هاديك الساعة كيزيد بحال هكا، وهادشي كامل كيطرا في اجزاء من التانية يعني دغيا. يعني كان هدا هو اللايف تقريبا ديالنا، نشوفو ياك مزقنا حتى حاجة، اني فهمنا كلشي. يعني بالستيل بجينا من الزيرو، مناش كتكون، وعلاش اصلا كنخدموها، واشنا هي العلاقه ديالها مع الابديت والريندر وكاونتر شفناها، وبنينا حتى السلايدر ديالنا. وبك راه بخير. وبالنسبه لهادشي اللي بغيتي، الا بغيتو راه غتلقاوه في اللينك ان شاء الله، غادي نخليكم كلشي هادشي. انا ليك ما تكلمنا. كي جاك اللايف اخويا خالد؟ كي جاك اللايف شنايدر؟ فاير فاير فاير. ديما الله يعطيك الصحة. الله يحفظك ليا، الله يحفظكم انت نتوما. صافي شي، إلا كاين شي حاجة ما فهمتها أخويا خالد قول لي قبل ما نساليو، إلا عندك شي سؤال ولا شي حاجة. لا كلشي كلير. أه ثانك يو، صافي ثانكس ثانكس، كلشي كلير. كان صافي شي حاجة عند هذيك، صافي أخويا الله يحفظك. شنايدر راك تشملك شي حاجة؟ صافي هذا هو المهم. الله انكريمنت اجي الطريقة باش نخدم برياكت ناضجة. ايوا الطريقة تاع الكلاس صاحبي في شكل الله يحفظك خويا شنايدر، تهلا لي تبارك الله. صافي اخويا خالد، الصباح على الخير. والله تهلا فاتك اخويا خالد، خويا شنايدر الله يحفظك، لعونك.